السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي الأعزاء تلاميذ الصف الرابع الابتدائي، يتجدد لقاؤنا اليوم مع الجزء الثاني من درس السياحة في مصر. قال: طب ماذا تستفيد بلادنا يا عمي من السائحين؟ بيكلم عم مفيد، فالعم مفيد قال له: يا بكار، ده السائح بيستفيد، بلادنا بتستفيد من السائحين دول كتير قوي. قالوا ازاي؟ قالوا ان هو لما بيأتي لمصر بيعرف اثار بلادنا، بينزل في فندق، بياكل في المطعم اللي في الفندق، بيركب طائرة، بيركب باخرة او قطار او سيارة، ده كله علشان بيتفسح، فبيشتري التحف كمان، يعني بينفق نقود بيستفيد منها اقتصاد بلد. وكمان حاجة كمان، ده بتوفر الاف من الشباب، بتوفر لهم فرص عمل، بيعملوا في هذه الفنادق والمطاعم وفي وسائل المواصلات والتجارة والإرشاد السياحي. يبقى دلوقتي السياحة مهمة لمصر، أيوة، إن هي بترفع كمان مكانة مصر بين الدول. طيب إيه الواجب علينا بقى يا عمي علشان السائحين؟ المفروض الواجب علينا نحو السائحين أن نحسن معاملتهم وأن نرحب بهم. طب تعالى كده نقرأ القطعة. بكار: وماذا تستفيد بلادنا من السائحين؟ العم: يا بكار، السائح عندما يأتي إلى مصر يعرف آثار بلادنا، وينزل في فندق، ويأكل في مطعم، ويركب طائرة أو باخرة أو قطارا أو سيارة، ويشتري التحف، أي إنه ينفق نقودا يستفيد منها اقتصاد بلادنا. وهناك آلاف من الشباب يعملون في هذه الفنادق والمطاعم وفي وسائل المواصلات والتجارة والإرشاد السياحي، والواجب علينا جميعا أن نحسن معاملة السائحين وأن نرحب بهم. طيب السؤال يا أولاد، لو جالي في القطعة هنا وقال لي: ما أهمية السياحة لمصر؟ أيوة، أنا أتفاهم أهوت وترد معاي إن السائح عندما يأتي إلى مصر يعرف آثار بلادنا، وينزل في فندق، ويأكل في مطعم، ويركب باخرة أو قطارا أو سيارة أو طائرة، ويشتري التحف. التحف أي أنه ينفق نقودا يستفيد منها اقتصاد بلادنا. رقم 2، توفير فرص عمل لآلاف من الشباب الذين يعملون في الفنادق والمطاعم وسائل المواصلات والتجارة والإرشاد السياحي. طب جه سؤال تاني في القطعة دي بيقول لي: ماذا يجب علينا تجاه السائحين؟ ها، هم رقمين: 1، نحسن معاملة السائحين، وأن نرحب بهم. تعالى بقى بكار رجع لبيته بعد أن شكر عمه مفيد طبعا، وقال في نفسه: ليت لي، بتمنى أن يكون لي جناحين علشان أطير بهما في السماء، وبتمنى أن أنا أملك بساط الريح. طب ليه ده كله عايز يبقى ليه جناحين وعايز يبقى له يملك بساط الريح ليه؟ حتى أشاهد كل معالم مصر السياحية. بكار أغلق عينيه وتخيل نفسه ان هو جالس فوق بساط الريح. بساط الريح ده يا ولاد عامل زي السجادة كده، عمال يتخيل ان هو راكب بساط الريح ده زي السجادة كده وطير بيه في السماء، وبدأ يرتفع. بساط الريح عمال يرتفع بيه في السماء لفوق لفوق. بعد كده قال، جت في الآية، قال الله تعالى: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. طب تعالى نقرأ القطعة. رجع بكار إلى بيته بعد أن شكر عمه، ثم قال في نفسه: ليت لي جناحين أطير بهما في السماء، أو ليتني أملك بساط الريح حتى أشاهد كل معالم مصر السياحية. أغمض بكار عينيه وتخيل نفسه جالسا فوق بساط الريح وقد ارتفع محلقا في السماء. فأين ذهب؟ قال الله تعالى: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ربنا بيقول ادخلوا مصر إن شاء الله مطمئنين. الآية دي
دايما هتلاقيها معلقه في مطار القاهره. طيب الايه دي متى قيلت؟ اتقالت عندما استقبل يوسف، سيدنا يوسف عليه السلام، ابوه واخوته في مصر. طب ده بيدل على ايه؟ بيدل على ان مصر بلد الامن والامان. تعالى بقى نقرأ الكلمة ومعناها. معنى تستفيد تنفع تنتفع، معنى ينزل يقيم ويسكن، نحسن نعامل معاملة حسنة، نرحب نقول له أهلا، ليت حرف للتمني، معنى أطير أحلق، معنى الإصرار العزيمة الإرادة التصميم. الكلمة مضادها، مضاد كلمة تستفيد تضر، مضاد ينزل يرحل ويغادر، مضاد ينفق يدخر يقتصد يوفر، مضاد الشباب الشيوخ، مضاد الإرشاد التضليل، مضاد نحسن نسيء، مضاد نرحب نعرض عنه، مضاد شكر جحد وأنكر، مضاد جميعا أفرادا، مضاد أطير أحط وأهبط، مضاد السماء الأرض، مضاد أملك أفقد، مضاد أغمض فتح، مضاد تخيل تأكد. تعالوا نشوف المفرد والجمع يا ولاد. بيقول لي مفرد كلمة السائح دي مفرد، طيب عايز جمعها السياح والسائحون. طب فندق جمعها فنادق، جمع مطعم مطاعم. طب جمع طائرة، برافو طائرات. جمع قطار، قطارات وقطر. جمع باخرة، باخرات وبواخر. جمع بساط، بسط وأبسطة. مفرد كلمة آثار أثر، مفرد التحف التحفة، مفرد آلاف ألف، مفرد الشباب الشاب، مفرد المطاعم المطعم، مفرد وسائل وسيلة، مفرد المواصلات المواصلة، مفرد آمنين آمن. ماذا تستفيد بلادنا من السائحين؟ والسؤال اللي بعد بيقول ما أهمية السياحة لمصر؟ أولا تزيد من الدخل القومي، فعندما يأتي السائح يعرف آثار بلادنا وينزل في فندق ويأكل في مطعم وينزل في فندق ويركب طائرة أو باخرة أو سيارة ويشتري التحف، أي أنه ينفق نقودا يستفيد منها اقتصاد الوطن ويعمل في هذه الأماكن الشباب. ما أهمية السائحين للشباب المصري؟ أن السائحين ينفقون أموالهم في الفنادق ووسائل المواصلات، وهذه الأماكن يعمل بها الشباب فيستفيدون منها. ما الواجب علينا تجاه السائحين؟ أن نحسن معاملتهم وأن نرحب. إلى أين رجع بكار وماذا فعل مع عمه؟ رجع إلى بيته، ماذا فعل مع عمه؟ شكره. ماذا تمنى بكار ولماذا؟ تمنى أن يكون له جناحين يطير بهما ويحلق في السماء، أو يمتلك بساط الريح ليشاهد كل معالم مصر السياحية. بما أمرت الآية الكريمة أن ندخل مصر آمنين، ماذا تخيل بكار نفسه؟ أن يجلس فوق بساط الريح ويرتفع محلقا.